الطريقة القريبة جدا من استاد القاهرة. يا كيمو مساء الفل عليك، مسخن وجاهز ولا لا؟ مساء الفل عليك يا زميلي امير، اكيد ان شاء الله كلنا يعني تحفز كبير جدا ومنتظرين ان شاء الله نشوف مباراه على اعلى مستوى، واكيد كل التمنيات لفريقنا فريق النادي الاهلي، استعدادات خاصه امير وتركيز كبير، وزي ما اكدت انت طبعا وقلت طبقا للارقام وقرب فريق النادي الاتحاد السكندري انه حصل على 20 نقطه والنادي الاهلي 21، امور عديده جدا ومنافسه قويه جدا ان شاء الله. بنتمنى لان على الخطوط في مديرين فنيين مميزين جدا، سواء الكابتن طلعت يوسف المدير الفني ليه طبعا الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي النهارده، اللي بنتمنى النادي الاهلي يكون موفق والنادي الاهلي يكون في شخصيته وشخصيه النادي الاهلي من اول دقيقه تكون متواجده ان شاء الله. ده اللي شغال عليه. على الجانب الاخر مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، من محاضرات من تحفيز للاعبين من استعدادات سواء في المستطيل الاخضر في على ملعب مختار التتش في التدريب الاخير اللي تضمنه جمل تكتيكيه كثيره جدا وعديده جدا، امور ان شاء الله نشوفها تطبق النهارده في المباراه. الراجل مميز امير بشكل كبير جدا في القراءه بالنسبه للخصم، يعني شفنا اكثر من مباراه مهما كانت التضييقات بالنسبه للدفاع، التكتلات الدفاعيه بيحاول ان هو يعمل حلول داخل الملعب وقبل المباراه، وايضا كمان في منتصف المباراه يعني الحمد لله طبعا نقدر نقول الفتره اللي فاتت النادي الاهلي ماشي بشكل طيب جدا ومميز جدا على المستوى الفني وعلى المستوى ايضا كمان البدني. لو بكلمك على الاجواء امير كالعاده طبعا هنا في فندق الاقامه استاد القاهره ان شاء الله النهارده باذن الله يكون كالعاده فالخير علينا، ويبدا النادي الاهلي من اول دقيقه يفرض سيطرته زي ما بناكد ونقول على شخصيه النادي الاهلي، لان مباراه مهمه امير ومرتقبه والكل منتظر النهارده ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، الكل يكون موفق والكل يكون جاهز. لو بذكر معاك سريعا القائمه الخاصه بهذه المباراه، الشناوي واكرامي، علي لطفي، ايمن اشرف، سعد سمير، محمود متولي، محمود وحيد، مع علي معلول، محمد هاني، احمد فتحي، جونيور اجاييه، مجدي قفشه، عمرو السليه، ديانج عاشور، وليد سليمان، جيرالدو، مروان محسن، وليد ازارو، حسين الشحات، واحمد الشيخ. لكن في نقطه مهمه جدا حابين طبعا نتكلم عليها من خلالك امير ومن خلال برنامج كلام في الميديا، يمكن واحنا متواجدين طبعا في فندق الاقامه شفنا محمود وحيد يعني متجه كده الى الخارج، استفسرنا سريعا منه، الراجل عنده امتحان النهارده في تمام الساعه الخامسه، لكن حرصه الكبير وكالعاده طبعا الكل في واحد، يعني النهارده الراجل متواجد، امس متواجد في القائمه وهيرجع على الاجواء هيرجع طبعا على فندق الاقامه يكون متواجد مع زملائه. مش قادرين طبعا نتكلم على القائمه النهائيه او مين اللي هيستبعد، لكن من الواضح طبعا يعني مع الحاله اللي فيها محمود وحيد نقدر نقول ان هو ممكن بشكل كبير جدا يكون اولى الاسماء اللي هتكون مستبعده من قائمه هذه المباراه. لكن بجانب كل هذه الامور كالعاده الكل بيتناول وجبه الفطار في ميعادها، وجبه الغداء في ميعادها، المحاضره الاخيره امير يعني خلاص اللعيبه يمكن خلال خمس دقائق كتير قوي هتكون متوجهه الى المحاضره الاخيره اللي بيرسم فيها مستر ريني فايلر المدير الفني الخطوط الاخيره واللمسات الاخيره على التشكيل الخاص والمهام والواجبات الدفاعيه والهجوميه. يعني ان شاء الله امير يبارك لك ويبارك لكل جمهور النادي الاهلي عقب هذه المباراه اللي منتظرينها، وان شاء الله باذن الله تكون ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي. انا معاك يا امير كمان لو في اي استفسارات ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. لكن يا كريم عايز اسالك سؤال كده في الكواليس، يعني انا ملاحظ في الخلفيه ان ده مقر اقامه مختلف مش اللي بينزل فيه دايما النادي الاهلي قبل المباريات، اسباب التغيير ايه؟ هل تفاؤل وتشاؤم ولا الامور ايه؟ اطمنا. يمكن طبعا يعني نقدر نقول ان في جهد بذل بشكل كبير جدا سواء من مستر ريني فايلر او كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني المناخ اللي بيتوفر اللي بيحاول يوفره سواء من مجلس الاداره او من مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ لفرض مزيد من الهدوء وفرض مزيد من السيطره وقرب كمان المسافه امير كمان، يعني نقدر نقول الفندق قريب جدا من استاد القاهره وقريب ايضا من استاد السلام، يعني انت عارف النادي الاهلي سواء مبارياته في استاد القاهره او في السلام لا الفندق مميز وفي رضا كمان من اللاعبين بشكل كبير ومن الجهاز الفني، لان انت عارف حاله الهدوء اما بتكون متواجده في ال 24 ساعه اللي قبل المباراه بالتحديد بتسهل بشكل كبير جدا الامور الخاصه باللعيبه على المستوى الذهني وعلى مستوى التفكير، وايضا كمان بتريح الجهاز الفني بشكل كبير جدا. فاكيد يعني نقطه بتكون مهمه ان النادي الاهلي بيحاول يطور بشكل كبير والجهاز الفني والاداري بيحاول يشوف حلول سريعه وقويه جدا للنادي الاهلي ان هو يفرض مناخ طيب جدا، لان الرد بيكون في المستطيل الاخضر، كل الامور اللي خارج المستطيل الاخضر بتترك على الجهاز الاداري، لكن لعيبه النهارده عندهم دور كبير وعندهم مسؤوليه كبيره، ثقتنا فيهم بلا حدود كالعاده امير. ان شاء الله نفرح معاك ونهنيك ونهني كل جمهور النادي الاهلي عقب هذه المباراه ان شاء الله باذن الله. زميلنا المتالق كريم احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا العزيز كريم